السلام عليكم، أنا معاكم دكتور مصطفى محمد مسعود، سينيور أونكولوجي إمبيشنت فارماسيست ميدي كلينيك ميدل إيست، بورد سيرتيفايد أونكولوجي فارماسيست 2016. النهاردة إن شاء الله هتبقى أول محاضرة، وأنا يعني حبيت إن أنا أخليها حاجة خفيفة كده كبداية، لأن هيبقى فيه كلام كتير بره الساينتفك توبكس يعني، وهو حاجة ضرورية علشان نبتدي نأسس للعلم والدراسة بتاعتك. طبعا لما أنا ابتديت إن أنا أتواصل مع حضراتكم، فأنا كان عندي 3 أسئلة أساسية. السؤال الأولاني التعريف الشخصي والمكان الشغل، ليه انتم موجودين معانا على الجروب يعني. كان هدفي الاساسي من حاجه زي دي ان انا احدد احتياجاتكم، وطبعا انا فوجئت طبعا ان الاحتياجات مختلفه، مش كل الناس محتاجه البورد يعني، في ناس كتير عايزه النوليدج، عايزه بس تعرف اونكولوجي او تطور مكانك في المكان اللي هي موجود فيه. طبعا برضو لقيت في ناس دكاتره معانا، وطبعا انا بتشرف بوجودهم معانا في الجروب. فالفكرة كلها إن عندنا اهتمامات مختلفة، ومواقع الشغل كمان مختلفة، في ناس بتشتغل في هوسبيتالز، في ناس بتشتغل في انفيوجن سنتر، في ناس بتشتغل في بون مارو ترانسبلانتيشن سنترز، في ناس اوت بيشنت وحابة إن هي تبتدي تدرس الأونكولوجي. بس في النهاية خلونا نبقى متفقين على حاجة، بغض النظر عن الاهتمامات المختلفة دي كلها، إلا إن المصدر الأهم والأقوى لدراسة الأونكولوجي بالنسبة للصيادلة هو البولد، ومفيش أي حاجة تانية، تمام؟ طبعا البولد كبرنامج هو ابتدأ في السبعينات في أمريكا، وكان أول بدايته كان في النيوكلير، وأنا كمان هوريكم شوية ستاتستكس حوالين البولد والأنواع بتاعته، وهتلاحظوا إن الأونكولوجي كبولد هو مش يعني العدد اللي فيه مش كتير، خاصة في منطقة الميدل ايست، الشرق الأوسط بشكل عام برضو عددنا مش كتير، تمام؟ التاسك اللي أنا اديته لحضراتكم المرة اللي فاتت هو الجوب ديسكريبشن. في بعض الناس شافوا، وطبعا المشاركات بتاعتكم هي محل امتنان، وأنا كان ليا غرض في حتة الجوب ديسكريبشن ديت، عشان برضو أعرف المستشفيات عندنا عاملة إيه في الموضوع ده، لأن انا ما اقدرش ان انا ابتدي شغل جديد كأونكولوجي فارماسيست في مكان وانا مش عارف طبيعه ايه اللي مطلوب مني في المكان ده. طبعا انا لو سالت اي حد يعني ايه اونكولوجي فارماسيست، اول حاجه بتتبادر للاذهان هي مثلا الميكس، بعض الناس ممكن تخش مراجعه البروتوكولات او البريزنتيشن، والبعض الاخر ممكن يخش قصه الايديوكيشن بتاعت. لكن خلوني لما استعرض معاكم في السمول توك اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي ده، ونشوف هل وجهه نظرنا حوالين نقطه الجوب ديسكريبشن دي هتتغير او لا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه دي سي او بي اللي هو البورد سيرتيفايد اونكولوجي فارماسيست. انا عندي 4 مؤسسات كبار جدا كبورد سيرتيفايد فارماسيست، او ان انا حتى داخل على البورد لازم اكون عارفهم، وبخش على المواقع بتاعتهم وبتابع الاخبار والابديتس بتاعت المواقع ديت. اول حاجه اللي هو البي بي اس اللي هو البورد اوف فارماسي سبيشاليتيز، ده هو الجهه المنوط بيها ان هي تعمل الامتحانات السيرتيفيكيتس لديفرنت كاينز اوف بورد، يعني ايا كان البورد اللي هتاخده هي الجهه ديت هي اللي بتاخد الاوراق وهي اللي بتجهز الامتحانات. الجهه الثانيه عندنا اللي هي الاي اس اتش بي، ده اللي هو الامريكان سوسايتي اوف هيلث كير فارماسيست، وديت هي جمعيه خاصه بالصيادله الصليبيين او الكلينيكال فارماسيست جوه المستشفيات، برضه بتقدم جايد لاينز، وهي مع الاي سي سي بي هي اللي بتدي الكونتنت بتاع الاونكولوجي، يعني الكونتنت او البورد بتاع الاونكولوجي ككتاب او كحاجه احنا بنذاكر منها كمرجع، هو نتيجه كولابريشن ما بين الاي اس اتش بي والامريكان كوليدج اوف كلينيكال فارماسيست اللي هي الاي سي سي بي. الاخير اللي هو الاتش او بي او الهوبا ديت اللي هو الهيماتولوجي اونكولوجي فارماسيست اسوسيشن، ودي دورها بيبتدي معانا بعد البورد يعني. طبعا هو
لو حد بيدور على نولج ممكن يخش على كوكا ويشوف الويبينارز والسيمينارز بتاعتهم. لكن الاهميه الكبيره بتاعت كوكا بتبتدي معانا هي طبعا بعد البورد بيبقى مطلوب مننا ان احنا نعمل نجيب كريدت اورز علشان نبدأ محافظين على الشهاده بتاعتنا. فاحد الاماكن اللي احنا ممكن ناخد منها الكريدت اورز ديت او الشرح والحاجه ديت هي تمام. اول حاجه هنتكلم عليها هو مين الانكولوجي فارماسيست. طبعا في تعريفات كتير، اهمهم التعريف اللي معانا حاليا اللي هو بتاع البورد فارماسي سبيشاليتيز، وهو بيقول ان الانكولوجي فارماسيست ده هو شخص بيدي ايفيدنس بيست بيشنت سنترد ميديكيشن ثيرابي مانجمنت. ودي نقطه مهمه جدا، هو بيعترف ان دور الصيدلي في الانكولوجي هو جزء من العلاج، مش مجرد واحد بيعمل ميكسينج او واحد بيعمل ديسبنس. لا، اختيار البروتوكول نفسه حتى او مراجعه التشخيص في حاجه كويسه جدا في الاماكن اللي فيها براكتس كويس اللي هو الانكولوجي بورد. الانكولوجي بورد ده بيبقى فيه عباره عن كوميتي او بيبقى عباره عن لجنه جوه المستشفيات الكبيره، بيبقى فيها الجراح وبيبقى فيها الانكولوجيست، احيانا بيبقى فيها الجينيكولوجيست اللي هو بيبقى شغال على الاورام، الريزيدنت والصيادله والنيرسات. الناس دي كلها بتقعد مع بعضها وتناقش الحالات اللي بتخص اللي بتيجي المستشفى. يعني انا دلوقتي في مستشفى وجالي حاله جديده مثلا ايا كان السرطان اللي جاي عند المريض اللي جاي دي، فالناس الاكسبرتس دول بيقعدوا وبيتناقشوا في الحاله، حتى لو اللي بيعالجها دكتور من الدكاتره دي، حتى لو في دكتور واحد هو اللي هيعالجها، بس هم بيقعدوا يتناقشوا في الموضوع علشان يشوفوا ايه افضل حل او افضل وسيله او افضل بروتوكول ممكن نعالج بيه المريض ده. الانكولوجي بورد او الكوميتي ديت وجود الصيدلي فيها عامل مهم جدا وابعد حدود. ليه؟ لان هو في مشكله ازليه طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان شغال الدكاتره بيخلوهم برضو في الابديت، يعني مش كل الناس تبقى ابديتد بالجايد لاينز الجديده والادويه الجديده والحاجات دي. وجود الصيدلي هنا عامل مهم لان هو شخص المفروض ممود دي في الحاله ديت ان هو يدي معلومات، والمعلومات دي ايفيدنس بيست. لكن احنا هنتكلم على ايه يعني ايفيدنس بيست ان شاء الله لما نيجي نتناقش الانكولوجي ليتريتشر بعد كده. ويدي حتى معلومات عن الادويه الجديده حتى لو كانت الادويه دي لسه انفستيجيشنال او لسه ما نزلتش في الماركت. فوجود الصيدلي في الحاجات دي مهم. وجود الصيدلي هنا مش موجه بس عشان الدكتور، احنا اساسا مهمتنا في الموضوع ده ان احنا نعمل تيلورنج لعمليه المانجمنت بتاعت الحاله بتاعت المريض. هنتكلم بعد كده وهنعرف ان الانكولوجي عموما مش بيقف عند مرحله ان انا بعالج المريض. الموضوع مش موضوع علاج بس او سبورتيف كير بس، الموضوع بيمتد لسنين حتى بعد ما المريض حتى بعد ما يشفى او يعالج. بيبقى لينا دور، والدور ده لازم نكون واعيين بيه ونمارسه على قد ما نقدر. Direct patient care for individuals with cancer including treatment, assessment, monitoring for potential adverse drug reaction and interaction. طبعا هو البورد علشان حد يخش امتحان البورد بتاع الانكولوجي هم بيشترطوا ان هو يكون عنده 4 سنين خبره منهم سنتين في مجال الانكولوجي او ان هو يكون اصلا resident. طبعا الريزيدنس دي في امريكا يمكن 57 بدات السنه دي على ما افتكر ان هم يعملوا برنامج ريزيدنسي. في هنا في الامارات برضه كليفلاند كلينيك عامله برنامج ريزيدنسي، مش متاكد هل في السعوديه برنامج ريزيدنسي ولا لا، بس حتى لو في خلينا نتفق ان برامج الريزيدنسي هي برامج مكلفه جدا ومش منتشره والاعداد اللي بتتقبل فيها قليله. طبعا بالاضافه ان احنا عندنا في مصر اللي هو موضوع الزماله يعني. وانا برضو قبل ما اعدي النقطه دي خليني الفت نظر حضراتكم نقطه مهمه جدا وهو جزء من انتشارات الوضع التعليمي عندنا. امريكا مثلا البلد اللي احنا ماشيين وراها في حكايه البورد، يعني البورد امريكي والنظام بتاعهم في التعليم ان الصيدلي بيخرج معاه شهاده فارم دي بتبقى انتجريتد اصلا في الدراسه بتاعت الكليه بتاعته، وبعد ما بيخلص بيدور على فرصه ريزيدنسي سنه بياخد مالتي سبيشاليتيز والسنه الثانيه بيجي
اللي هي رقم 2 ديت بياخدها في سبيشاليتي معينه. بالنسبه للناس الاونكولوجي بياخدوها طبعا في الاونكولوجي. فدي الكرايتيريا بتاعت القبول. بالنسبه لنا طبعا احنا ما عندناش ريزنس وكده، او هي مش منتشره عندنا قوي، فهيبقى عندنا شرط القبول الاساسي 4 سنين خبره، منهم 2 سنين خبره في مجال الاورام. انا مشير هنا لينك في الصفحه ديت، ده حضراتكم ممكن تخشوه، بيدي معلومات اكتر حوالين المطلوب والمواعيد بتاعه الامتحانات بتاعه البكره. هو بشكل عام احنا عندنا ميعادين، ابريل واول مايو واخر 9 واول اكتوبر. بالنسبه للي حابب ان هو يخش امتحان البورد بتاع الاورام، خلونا نتفق ان هو الاورام من المناهج الثقيله والصعبه، والمشكله الاساسيه فيه ان هو احنا خلفياتنا عنه في الكليه ضعيفه جدا او قليله جدا. فانت لما تيجي تدرس البورد بتاع الاورام انت بتدرس حاجه جديده تماما، يعني احنا ما عندناش اي سبب معرفه الا اذا كان في حد عنده شويه اكسبيرينس في المكان اللي هو شغال فيه. فالموضوع بيحتاج جهد ومثابره لابعد الحدود، وبيحتاج وقت. الوقت ده في وجهه نظري ما بيقلش عن سنه مذاكره عشان الشخص يبقى قادر ان هو يخش البورد، وان شاء الله ربنا يكتب له النجاح. فانا تخيلي الشخصي لو في حد معانا على الجروب مهتم ان هو يخش الامتحان وهو لسه بادئ حاليا، فانا شايف ان افضل وقت ان هو ممكن يخش فيه شهر اكتوبر او شهر سبتمبر اللي جاي ان شاء الله. السلايد اللي بعد كده دي فيها جراف، ارجو ان هو يكون واضح لحضراتكم. طبعا احنا عارفين ان البورد شعب بقى، في بورد في النيوتريشن، في بورد في الفارماكوثيرابي، في امريكا في النيوكليير، في الانكولوجي، في دلوقتي جرياتريكس، في امبيولاتوري كير. لو هتلاحظوا اللون الاورنج ده هو اكتر حاجه، ده الفارماكوثيرابي. ارقام طبعا كبيره ومقوله. البورد بتاع الانكولوجي ولا نعمل عليه دايره صغيره، ده اللي هو اللون النيفي، والاعداد عموما قليله. لما نبص ان التوتال على وورلد وايد هو 2685، الكلام ده لحد امبارح، لحد ما انا راجعت الداتا امبارح، عدد الناس اللي معاهم بورد في الانكولوجي حوالين العالم كله حوالين 2685. طبعا اكثر دوله هي امريكا 2293، بتيجي بعدها اسبانيا في اوروبا. في الشرق الاوسط اكثر دوله هي مصر، مسجل على البورد 23. بس انا في نقطه بس انا عايز الفت نظر لكم، ان يعني مثلا الامارات مكتوب 9، بس هو مش 9 دول اماراتيين يعني، ومثلا في السعوديه 17، في 17 مش اماراتيين، بتلاقي منهم ناس من اخواننا في السودان، ناس من مصر. يعني مثلا انا هنا ده شهاده البورد بتاعتي او نتيجه الامتحان بمعنى صح، وانا متسجل هنا في الامارات لان انا امتحنت في الامارات. في السودان مثلا مكتوب 1، رغم ان احنا مثلا عندنا على الجروب 2 زمايلنا من السودان واخدين البورد، الدكتوره هناء، الدكتوره هناء برضه متسجله تبع الامارات. فهم بيسجلوا على حسب البلد اللي انت امتحنت فيها، مش على حسب الجنسيه بتاعتك. تمام. انا ليه مش شايل الستاتستكس دي؟ انا مش شايل الستاتستكس دي لهدف اساسي، ان انا عايز اوصل لكم قد ايه البورد يعتبر حاجه يونيك وحاجه مميزه جدا لابعد الحدود. عايز اقول لكم ان في ناس كتير جدا بتمارس اورام في مصر وهي مش معاها البورد ومش معاها النولج، هي بتمارس باي اكسبيرينس. وانا شايف ان ده يعتبر خطيئه في حق بيعتبر خطيئه في حد، في حق المريض وفي حق البراكتس بالنسبه كسايد لاين. بس هو طبعا لان في غياب الريجوليشنز او القوانين المنظمه للعمل الوضع شويه بيبقى مش كويس. انا حابب برضو ان انا اشير مع حضراتكم تجربه شخصيه. انا لما ابتديت دراسه البورد في 2014 انا كنت اوت بيشنت فارماسيست، ما كانش ليا اي علاقه بالاورام باي شكل من الاشكال. وكان هدفي في الوقت ده لما ابتديت ان انا ادرس البورد ان انا اخرج من دايره ان انا اوت بيشنت فارماسيست. واستغليت نقطه مهمه جدا، وهي ان المكان او المستشفى اللي انا شغال فيها مركز اورام، ودي نقطه بتساعد كتير كونك، عشان هو برضو الموضوع محتاج ممارسه، وممارسه بشكل كبير مش مجرد بس دراسه نظريه. فانا بقول اي حد
شغال في مجال اورام او عنده مكان اورام، او هو حتى اوت بيشنت في المكان اللي فيه فيه اورام، او هو ممكن حتى بعد كده ان هو يخش في مكان ويتعلم منه اورام، فهي فرصه كويسه وما يفوتهاش. والحمد لله انا في تقدير الشخص مثلا ان انا بعد ما بديت درس اورام ربنا يكرمني مثلا مش البورد، الامور اتحسنت بالنسبه لي كتير في مجال الشغل. فانا اتفق ان مفيش اي دوله في العالم بتعترف بالبورد كشهاده كشهاده بتدي بريفليج الا مصر. يعني مثلا في الخليج هو ما بيعترفوش بالبورد، يعني انت لو معاك البورد ما بتبقاش كلينيكال مثلا. كويس، في امريكا نفسها انت ما بتبقاش كلينيكال بالبورد. هو البورد في النهايه هي الفاليو بتاع الشهاده هي للشخص، الشخص ده دارس ومتخصص في حاجه زي كده، بتحسن من فرص القبول في وظائف العمل، بتحسن من فرص المرتبات بتاعت الناس، لكن هي مش بتدي اي اعتراف حكومي ما عدا مصر. مصر احنا عندنا بنعترف بيه كاحد الحاجات اللي بتدي بريفليج للكلينيكال فورس. تمام، فانا برضو حابب قبل ما اي حد يبتدي في دراسه البورد، لان هي دراسه شاقه ومضنيه برضو ومكلفه، لو شخص مثلا حابب ان هو يتطور فيها، قبل ما تبتدي لازم انت تبقى محدد هدفك وعارف كويس انت ليه بتدرس البورد، علشان ما يعديش وقت وتبتدي من اول وجديد فيه تاني. هنيجي نخش النقطه اللي بعد كده اللي هي الاكزام كونتنت، وهي دي النقطه اللي انا عايزكم تركزوا معايا فيها، لان هي ديت هتوصلنا لحته الجوب ديسكريبشن. الامتحان جماعه بتوع البورد طبعا ناس محترمين، هو بيحدد لك من البدايه يقول لك انا همتحنك في ايه. بيقسم الامتحان لفايف دومينز. الجزء الاولاني باثوفيسيولوجي اند مولكيولار بيولوجي، ده بيمثل ما نسبته 20% من الامتحان. الجزء الثاني اللي هو ثيرابيوتكس بيشنت مانجمنت اند ايدوكيشن، وده بيمثل نسبه 38% من الامتحان. الجزء الثالث اللي هو الكلينيكال ترايلز اند ريسيرش، بيمثل ما نسبته 14%. الجزء الرابع براكتس مانجمنت، ده 22%، والبابليك هيلث 6%. انا السلايد ده مهم جدا لابعد الحدود، وعايز اقول لكم ان احد اسباب عدم نجاح كتير في البورد تكمن ان هم ما بيبقوش عارفين اصلا الكرايتيريا بتاعت الامتحان ايه، او الممتحن هو عايز منهم ايه اساسا. احنا عندنا ناس على الجروب انا بعترف لهم العلم والكفاءه، وما توفقوش ان هم ينجحوا في البورد، مش لانهم مثلا كخبره او كعلم قليلين، لا، هي الفكره كلها هي فهم طبيعه الامتحان بتاع البورد بحد ذاته. احنا بطبيعتنا كمصريين او كشعوب عربيه دايما بنخش على الحاجه المهمه قوي. يعني مثلا انا مثلا على المستوى الشخصي ابتديت دراسه البورد بتاع الاورام، كان يعني اول حاجه ابتديت بيها او مش ابتديت بيها اهتميت بيها هي الكانسر في حد ذاته، انواعه وعلاجه والستيجنج والدايجنوسز وكل الكلام ده. تمام، لما دخلت الامتحان فوجئت ان الناس دي بالنسبه لهم هو ده مش اهم حاجه. انا عندي جزء نظري مهم جدا، الاستاتستكس حاجه في غايه الاهميه بالنسبه لهم. وحتى انا في الوقت ده ما كنتش فاهم الكونسبت، يعني ايه اللي يخلي استاتستكس وبايو استاتستكس كلام انا هقراه وهرميه في الزباله بعد كده، يبقى اهم عندي مثلا من علاج مثلا السرطان الفلاني او الدواء الجديد الفلاني او الكلام ده كله. لحد ما بعد كده بدات اعمل براكتس، بعد كده بدات اخد بوزيشن مثلا المستشفى اللي انا فيها. لا، الجزء النظري احيانا اهم بكتير جدا من الجزء العملي حتى بتاع الاورام، ويعتبر هو جزء الحمايه بتاع الصيدلي وجزء الحمايه بتاع المريض في نفس الوقت، وده هنبتدي نناقش فيه. ده احنا هنمسك الحاجات دي دومين دومين ونبتدي نتكلم هو عايز فيهم ايه. اول جزء اللي هو الباثوفيسيولوجي والمولكيولار بيولوجي، الجزء ده تحديدا بيبقى طالب منك اربع تاسكات، او هو ممكن يمتحنك في الامتحان في اربع تاسكات. التاسك الاولاني هو الايتيولوجي تيستينج ستيجينج دايجنوستس اند بروجنوستس. طبعا هو السرطان كمرض هو مش كل انواعه هو يعني فيه هيتروجينستي
لحد كبير، وهو مش هوموجينس ديزيز، هو سرطان بشكل عام، لكن هو جواه انواع كتيره جدا، والانواع دي مختلفه في طبيعتها وطريقه علاجها حتى جوه النوع الواحد. يعني انا مثلا لو خدت مثلا نوع زي الليمفوما، وده نوع من امراض الدم، بنقسم بوردر كده الهوجيكان ونون هوجيكان. النون هوجيكان الليمفوما انواع كتير، والانواع دي بتختلف في طريقه علاجها وفي طريقه تشخيصها. ف دايما مهم ان انا اكون عارف الايتيولوجي، وهو طبعا دايما مش بيبقى متاح لي على فكره. يعني انا مش معنى ان الايتيولوجي ده موجود ان هو كل السرطانات هقدر اقول لك الايتيولوجي، لا، في بعض السرطانات احنا عندنا بالريسيرش وبالايفيدنس ان احنا عرفنا مثلا ان السرطان ده بيسببه الحاجه الفلانيه، وفي بعض الحاجات احنا الى الان ما نعرفهاش زي اغلب امراض الدم. الجزء الثاني التستنج، الاختبارات اللي احنا بنعملها، الستيجنج. الستيجنج دي حاجه مهمه جدا في السرطان. لما بيجي مريض السرطان، لنفترض مثلا ان انا عندي مريض السرطان ثدي مثلا، احنا عندنا حاجه اسمها تي ان ام ستيجنج. تمام، تي ان ام ستيجنج ده عباره عن ستيجنج بيعتمد على ثلاث حاجات كبيره: السايز بتاع التيومر، وهل في ليمف نود وصل لها التيومر او لا، والحاجه الثالثه هل في ميتاستيزس، يعني هل هو انتقل من العضو ده لاعضاء تانية في الجسم ولا لا. وبناء على الثلاث عوامل دول ببتدي ادي ستيجنج للمرض. فبقول مثلا عندي ستيج 1 و 2 3 4، وتحت كل ستيج في ستيج ثانيه، يعني ستيج 1 A، ستيج 1 B مثلا، ستيج 2 A، ستيج 2 D. والهدف من الستيجنج في الاساس ان انا اقدر ان انا ادي علاج مناسب للمرحله دي. يعني انا مثلا العلاج اللي هديه مثلا في المرحله الاولى غير المرحله الثانيه غير المرحله الثالثه. العلاج اللي انا هديه في المرحله 3 A مثلا غير العلاج اللي انا هديه في المرحله 3 B. فالستيجنج حاجه مهمه جدا، والكريتيريا بتاعت الستيجنج مهمه. طبعا التي ان ام ستيجنج ده احنا بنستخدمه اساسا في السوليد تيومرز. يعني ايه سوليد تيومر؟ احنا في الاورام بشكل عام ممكن نقسمها تقسيمات كتير. احد التقسيمات ديت ان انا اقسمها للسوليد تيومر وهيماتولوجيكال مالجنانسز. السوليد تيومرز جايه من اسمها، يعني في عضو او اورجان موجود في الجسم، الكبد، المعدة، اي حاجه من الحاجات دي. الهيماتولوجيكال مالجنانسي ديت امراض في الدم، ممكن يكون مالتيبل مايلوما، ممكن يكون لوكيميا، ممكن يكون ليمفوما، ممكن يكون مالتيبلاستيك سندروم، اي ده امراض الدم. تي ان ام ستيجنج بيفيدنا اساسا في السرطانات اللي انا ممكن احدد فيها حجم. طبعا في الدم انا ما اقدرش احدد حجم، ما اقدرش اقول لك ده 5 سم او 6 سم، دي حاجه بتجري في الدم. في الستيجنج مثلا تي ان ام ستيجنج ده مينلي للسرطانات اللي هي السوليد تيومر. الدايجنوسيس لازم اعرف الكريتيريا بتاعت الدايجنوسيس. وعلى فكره مثلا لما هنيجي ندرس بعد كده ان شاء الله كمان في الكواليتي، في الكواليتي بيفرض احيانا على الصيدلي او بيفرض على الهيلث كير برابتيشنر ان هو يكون عنده بروف ان الدايجنوسيس ده صح. ان انا مثلا هدي هيرسبتين لمريضه مثلا بريست كانسر، هيرسبتين ده بيشتغل على نوع من انواع الريسبتورز اسمه الهير 2، فلازم يكون عندي ايفيدنس فعلا ان المريضه ديت عندها هير 2 ريسبتور بوزيتيف، وان هي محتاجه الدواء ده. طبعا ده كله مش هقدر اوصل له او افهمه الا اذا اصلا انا عارف ازاي انا بعمل دايجنوسيس لكل نوع من انواع السرطان. البروجنوسيس، وانا عايز اقف عند الكلمه دي بقى شويه لان هي الكلمه ديت هتكمل معانا كتير. وعلى فكرة أنا عايز أوصل لكم حاجة مهمة جدا في دراسة الأورام. أحد الحاجات اللي ممكن تساعدكم في النجاح في المجال ده بشكل عام إن أنتم ما تفوتوش أي كلمة أنتم مش فاهمين معناها. يعني أنا ما ينفعش تقدمني كلمة أعديها كده حتى لو أنا فاهمها طفاش، لأن الفهم النص نص ده ممكن يوصلنا لمرحلة فهم غلط لأمور كتير. البروجنوسيس ببساطة جديدة، أنا عندي مريض جاي لي مريض سرطان. المريض ده أنا بشوف من الهيستوري بتاع الحالة والدايجنوسيس والهيستوباثولوجي وكل الأوراق اللي ممكن تكون عندي، هل المريض ده أو السرطان بتاع المريض ده هيستجيب للعلاج ولا مش هيستجيب للعلاج؟ هل هيكون لي جود بروجنوسيس ولا هيكون لي باد بروجنوسيس؟ وفي نقطة أنا عايز أأكد عليها،
ان مش دايما الجود بروجنوسز ان هو المرحله الاولانيه، ومش دايما الباد بروجنوسز هو المرحله الاخيره. بمعنى يعني انا مثلا لو قلت لحد ان انا عندي مريض ستيج 1 و2 و3 و4، مش دايما ال1 ده هو افضل حاجه في العلاج. لو قلت لك مثلا عندي نوع من انواع الليمفوما اندولنت يعني خامل او مش شرس في مهاجمه المريض، وعندي نوع فيرولنت زي مثلا بيركت ليمفوما، ما تفترضش دايما ان البروجنوسز مرتبط بنوع الكيس. يعني مثلا احنا مثلا كان عندنا في البريست كانسر، كان عندنا الناس اللي بيبقى عندهم هير 2 بوزيتيف، ده هير 2 ده نوع من انواع الريسبتورز اللي موجوده في الجسم بشكل عادي، بس بيحصل لها امبليفيكيشن في حالات السرطان الثدي بزياده، يعني بتزيد عن الحد المعقول. يعني كان ايام زمان بيعتبروا ان ده باد بروجنوسز، ليه؟ لان ما كانش عندنا علاج. كان اللي بيبقى عندها امبليفيكيشن في الريسبتور ده بيبقى الحاله ووس وما بنقدرش نعمل لها حاجه لحد ما بقى عندنا علاج. فالعلاج بقى يقدر يتعامل مع المرض ويقدر يتعامل مع الريسبتور. في النهايه البروجنوسيس هو تول، حتى احنا هنستخدم لها بعض الادوات، وده برضو بيختلف من نوع للتاني من انواع الكانسرز، والاداه ديت هي اللي هتقول لي اذا كان المرحله بتاعت المرض ده عند المريض ده جود او باد. الكانسر جينومكس، وطبعا حته فهم البيولوجي بتاع الكانسر هي نقطه مهمه جدا ولابعد الحدود، وبالذات الناس اللي بتكمل في ريسيرش. وحابب اقول لكم اصلا يعني حتى بالنسبه للناس زمايلنا اللي اول مره يكونوا معانا، كان قبل كده ما كانش في اي شابتر، يعني مثلا منهج البورد من 2014 ل 2017 ما كانش في شابتر خاص بحته الكانسر جينومكس ده خالص. حد السنه دي اول سنه ينزلوا شابتر مخصوص للجينومكس، وده ان شاء الله هنتناوله بالشرح. كومبانيون دايجنوستيك تيست، ده تيستات اضافيه بحتاجها اما ان انا اعمل كونفيرميشن للديسيز او كونفيرميشن لان انا استخدم دواء معين. بمعنى اصح انا ممكن يجي لي مريض، المريض ده مثلا زي هرجع تاني برضو لمثال الهيرسبتين والهيرتو ريسبتور عشان بس نثبت معلومه. جات لي مريضه مثلا بريست كانسر وعملت لها دايجنوستس وهي طلعت بريست كانسر، تمام. لما باجي اعمل الهيرتو ريسبتور تيست، لان انا ادور على الريسبتور ده هل هو فيه امبليفيكيشن او مفيهوش امبليفيكيشن، ده يعتبر كومبانيون تيست. هيفيدني في ايه الكومبانيون تيست ده؟ هيحدد اذا كنت استخدم نوع معين من العلاج زي الهيرسبتين والبرجيتا والكاتسايلا ولا مش هستخدمه، لان انا بعدم وجود التست ده انا ما اقدرش استخدم الادويه دي، لان الادويه دي بتشتغل على الريسبتور ده بس. فلو الريسبتور ده ما فيهوش امبليفيكيشن هيبقى يوزلس ان انا استخدم الدواء ده. ده المقصود بالكومبانيون تيست. ميكانيزم اوف تيومر ريزيستنس، وطبعا دي احنا بنعاني منها خاصه مع الادويه القديمه الكلاسيكال ايجنتس. طبعا احنا تفادينا جزء كبير من المشاكل ديت مع البيولوجيكال ميديكيشنز او الحاجات الجديده اللي ظهرت. طيب في النهايه احنا ده الدومين الاولاني اللي هو الباثوفيسيولوجي اند مولكيولر بيولوجي، وده زي ما قلنا بيجي عليه 20% من اسئله الامتحان. الجزء الثاني او الدومين الثاني اللي هو الثيرابيوتيك بيشنت مانجمنت اند ايديولوجي، وطبعا 99% من اصدقائنا بيركزوا على الجزء ده، على الرغم ان الجزء ده مثلا في الامتحان لا يمثل اكثر من 38%، يعني ما بينجحش. اللي هيذاكر بس الكانسر والعلاج والتريتمنت والحاجات دي خلاص مش هينجح، الا اذا كان مصاحب بالجزء اللي هو بتاع نون ثيرابيوتكس. الجزء بتاع الثيرابيوتكس اول جزء او اهم حاجه، انت دلوقتي جالك المريض وعرفت الجينومكس وعرفت الايتيولوجي وحددت الاسباب واللي جاله وعملت له دايجنوسيس وعملت له ستيجنج، حددت المرض ده في اي مرحله، حددت اذا كان الكيس ديت جود ولا باد بروجنوسيس، خلاص انت عرفت كل حاجه وعايز تبتدي تعالج المريض. اول حاجه في العلاج انت لازم تحط بلان، لازم تحط خطه للعلاج. خطه العلاج ديت بتبقى طبعا متوقفه على عوامل كتير، منها حاله المريض، سن المريض، الفاينانس، ودي نقطه مهمه لابعد الحدود في السرطان. يعني انا مثلا لما بيجي مريض ضغط الدكتور، حتى ان دواء ضغط ده غالي شويه او رخيص شويه دي مش الجريت امباكت. يعني انا دواء من 150 جنيه مثلا ل 100 جنيه
ده مش حاجة كبيرة، لكن ان انا اتكلم على ده وممكن يوصل ل 30,000 و 40,000 جنيه، لا طبعا موضوع كبير. حته الفاينانس دي حته مهمه جدا. في النهايه انا لما بعمل كير بلان او بعمل تريتمنت بلان، انا التريتمنت بلان دي بحط فيها عوامل كتير جدا، منها عوامل غير طبيه لازم اراعيها قبل ما ابتدي ان انا اقرر ايه العلاج اللي انا هديه للمريض. ديزاين ايفيدنس بيزد بلان، وزي ما قلنا حتة الإيفيدنس بيز دي هيبقى لنا كلام فيها، بس أنا عايز أدي هنت بسيط عنها. أنا متخيل إن أغلبنا يعني ما شاء الله العلم عندهم علم ومعرفة كويسة حتة الإيفيدنس بيز، وإن كنا هنشرحها برضو هنتكلم عليها، بس أنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا. حتى أنا يعني مثلا قبل ما أدرس الأورام، أوكي إيفيدنس بيز، ولازم لما تيجي تكلمني تكلمني بجايد لاينز وتكلمني بحاجات مظبوطة علميا، بس جوه كل واحد فينا حته ان هو ممكن ايه يفكر بعد، يعني ايه يعني يوائم الجايد لاينز بعده، اللي هو في جزء كده جواه كده ممكن يخليه ياخد قرار. خليني اقول لكم ان الجزء ده معدوم بالنسبه لنا في الاوراق لحد كبير. هديكم مثال عشان اوضح العمليه اكتر. دلوقتي احنا مثلا عندنا في دواء اسمه دوكسوروبس، تمام؟ الدواء ده بيستخدم داخل في علاج انواع كتير جدا من انواع السرطانات، بيستخدم مثلا في البريست كانسر، تمام؟ في ماده اسمها لايبوزوم، اكيد تعرفوها من الصيدلانيات، ودي ماده بتزود البنتريشن بتاع الحاجه دي، تعتبر زي كارير كده للاكتيف انجريدينت، تمام؟ الدواء ده لما انا مثلا بحطه على الحاجه ديت، هل انا ممكن استخدمه في علاج سرطان الثدي مثلا اللي فيه، يعني انا عندي حاله سرطان الثدي والحاله دي بتاخد دوكسوروبس، انا جالي دلوقتي واحد يقول لي انا هجيب لك دواء احسن شويه، او هجيب لك دوكسوروبس محدث شويه وهدي لك بيجاليتك مثلا دوكسوروبس، هل انا اقدر استخدم الدواء ده وارمي الدوكسوروبس القديم واقول ده تركيب احسن واقدر اشتغل بيها؟ طبعا بالنسبه 99% في ناس تقول اه، هو دوكسوروبسين، ده دوكسوروبسين وده دوكسوروبسين، انا ما ضفتش اي اكتيف انجريدينت، انا كل الموضوع ان انا حسنت من كفاءه الدواء والوصول بتاعه للخلايا. انا اقول لكم ده ما بيحصلش في الاوراق نهائيا، ممنوع. انا ما اقدرش ادي اي مريض اي علاج حتى لو كان نفس العلاج مع تغيير طفيف، الا اذا كان عندي بحث وريسيرش وتجارب بتثبت بما لا يدع مجال للشك ان ده ممكن يعالج سرطان الست دي في الحاله دي او الراجل ده في الحاله دي. انا اللي عايز اوصله لكم من المثال ده ان التفكير والحته الموائمه اللي ممكن تكون موجوده في الايفيدنس بيز مثلا بانواع ثانيه من الامراض، ده مش موجود في السرطان. اديكم مثال ثاني برضو علشان انا حابب ان الكونسبت ده يكون معكم من البدايه. بالنسبه لزمايلنا اللي بيشتغلوا في التحضير، انا مثلا احيانا بحضر الدواء في 250 مللي سلاين، احيانا بحضره في 500 مللي، احيانا بديه على ساعتين واحيانا بديه على 3 ساعات. طيب هل انا اقدر اعمل ده في كل انواع السرطانات لنفس الدواء؟ يعني انا مثلا بدي مثلا دواء زي الاوبزالي بلاتين، هدي مثلا في الكولون كانسر ببروتوكول معين زي الفول فوكس او الفول فيل، هل انا اقدر استخدم نفس الكونسنتريشن ونفس الانفيوجن ريت ونفس الديليونت في كل الانواع؟ لا ما اقدرش. ده انا لازم مع كل بروتوكول ومع كل نوع من انواع الكانسر ومع كل مرحله من مراحل الكانسر، مع كل بروتوكول يعني عشان بس اسهل عليكم، مع كل بروتوكول لازم اكون محدد كويس ايه البروتوكول وايه الديليونت وايه الانفيوجن ريت وايه كل الحاجات دي. مين اللي بيحددها لي؟ هل انا اللي بحددها؟ لا. هل خبرتي اللي بتحددها؟ لا. اللي بيحددها البروتوكول اللي اخد ابروفال عن طريق الريسيرش، لما عملوا البحث على الناس والبروتوكول ده حقق نجاح، اعرف الداتا دي كان بيدوا البروتوكول ده ازاي وما غيروش وما اقدرش اعدل فيه. مفيش استنبط في الاونكولوجي. في الاونكولوجي كل حاجه بتعملها لازم يكون معاك اثبات انت بتعمل الحاجه دي ليه. جالك امبارح اوردر مثلا، انت يعني بالنسبه لزمايلنا اللي بيحضروا اورام، جالك امبارح اوردر مثلا على دواء ان انا مثلا احضر سايكلوفوسفامايد في 250 مللي سلايم، ودي مثلا على 30 دقيقه،
بنوع من انواع الكانسر. جالي مريض كانسر تاني والدكتور قال لي والله معلش فلان حضر لي دوكسروبسين مثلا 500 مللي جرام، هل انا هروح بقى بنفسي من نفسي كده واروح محضر زي تحضيرتي امبارح اجيب 250 مللي صباين واحط في 500 مللي جرام مستوي كلفوسمايد واقول له اديها على 30 دقيقه؟ ما اقدرش، ده براكتس غلط تماما. مفيش استنباط في الانكولوجي، في الانكولوجي كل حاجه لازم يكون عليها ايفيدنس. وانا يعني اشد على ايد زمايلنا اللي شغالين في معاهد الاورام، حاولوا ما تعملوش حاجه، ما تشتغلوش شغل استنباط، وما تمشوش دايما ورا الدكاتره عمياني في العلاج. وانت بتحضر اي بروتوكول حاول تعمل سيرش على النت وتعرف هل البروتوكول ده بيقول كده. انا بحضر مثلا الكميه دي من الدواء، الكميه ده من المحلول، والانفيوجن ريت بتاعها كذا، ده عمليه مهمه جدا وباكد عليه. طيب قلنا ديفاينس ايفيدنس بيزد بلان، البلان اللي انا هحضرها دي لازم يكون فيها ريسيرش ولازم يكون اتجربت على ناس كتير قبل كده، لان انا المريض ده مريض فراجايل وممكن يموت مني باتفه الاسباب، فانا ما ينفعش اكون انا السبب في موته بمعنى اصح. Prevention, monitoring and complication control strategies. Survivorship care plan. ودي نقطة يعني بتقع مننا، مش مننا احنا كصيادلة بس، بقى حتى من الدكاترة كتير. في بعض طبعا انا لا اخفيكم سر، يعني مش كل انواع السرطانات ما بتتعالجش، لا في سرطانات كتير بتتعالج وبتشفى تماما. يعني بيجي حتى في بعض المراحل المتقدمة في بعض السرطانات مثلا زي الكولون مثلا بيتعالجوا ومريض بيشفى تماما من مرض السرطان وبيكمل حياته. بس مريض السرطان غير اي مريض تاني، انا مش مجرد ان انا اتعالجت من السرطان وخلاص بقيت كويس السلام عليكم وعليكم السلام مش هتابع المريض ده، لا المريض ده خد كيماوي، وده حاجه كده لما نيجي نتكلم عليها حاجه صعبه، حاجه صعبه لدرجه ان هو ممكن تجيب له سرطان بعد كده. يعني انا حابب برضو ان انا اسال حضراتكم، الناس اللي بتعمل براكتس تحديدا، لما بيبقى عندك مريض سرطان ثدي وبتاخد دوكسروبسين، هل انت في المكان اللي انت شغال فيه بتبقى عامل مثلا تراكنج هي خدت قد ايه من الدوكسروبسين او الايبروبسين؟ حضراتكم عارفين او بالنسبه لزمايلنا الجداد، في بعض الادويه في السرطان لها حاجه اسمها كوميوليتيف دوز، يعني انا ما اقدرش اعدي الدوز ديت في حياه المريض ده. مثلا الدوكسروبسين حوالي 500 550 ملي جرام في حياته كله ما اقدرش اعديه. انا لو افترض ان انا كان عندي مريض بريست كانسر وعلى كتاب الدوكسروبسين خدت 6 سايكلز مثلا وكان الكوميوليتيف دوز بتاعها وصلت ل 550 وتعالجت وبقت تمام، بعد 3 4 سنين اللي حظها الوحش جالها مثلا نون هوجكن لينفوما وهتبتدي تاخد بروتوكول تاني وهتاخد فيه برضه دوكسروبسين تاني. تخيل مثلا لو المريضه ديت ما عندهاش الهيستوري او هي مش مهتمه او ما عندهاش الورق والدكتور اللي راحت له التاني ما خدش باله، هتخش هنا ان هي تاخد بقى جرعه اكبر من الكوميونتي دوز بتاعتها، وده بيعمل كارديو توكسيست كبيره كمان مش قليله. تمام، هل الموضوع بس حته ان انا اكون عامل تراكنج على الادويه وكده؟ لا، في بعض السرطانات بيحصل كومبليكيشنز بعد ما المريض يتعالج، يعني حتى بعد ما يتعالج مثلا بيكمل بكومبليكيشنز، فانا لازم اعمل له دعم، والدعم ده على مستويات كتير ان شاء الله. كده كده ده جزء مهم هو البراكتس بتاعه مش كبير عندنا في منطقتنا، بس اتمنى يعني ان احنا مع الكورس ده ومع الدراسه ديت ان احنا نعمل ادرس لموضوع السرفايفر شيب. الجزء الخامس بيشنت اند كير جيفر اديوكيشن ريجاردنج تريتمنت بلان، وده نقطه مهمه جدا. برضو انا بدي امثله لان الامثله بتقرب الامور. انا مثلا كان جالي في مره من المرات حاله ولد صغير عنده 13 سنه او 14 سنه كان عنده تستيكولار كانسر، ده سرطان في الخصر. الدكاترة عندنا شوية أجانب، فهي عندها مشكلة في التعامل مع الدكتور، هي مش قادرة تاخد كل المعلومات اللي هي عايزها من الدكتور، فبقت تعمل إيه؟ بقت هي تعمل من نفسها حاجات مش مطلوبة منها، بقت تمنع من الواد إن هو يلعب مع أصحابه، تمنعه إن هو ياكل يشرب بيبسي، ياكل شيبسي، الكلام ده كله تخيلا منها إن الحاجات ديت هي بتجيب السرطان. كويس؟ الامباكت بتاع الحاجات ديت اكيد سيء جدا على حياه الطفل، يعني هو اصلا طفل عنده سرطان، تخيلوا نفسيته عامله ازاي، تخيل كمان لما يتحرم من حاجه بيحبها. المناعه بتقل وكفاءه العلاج بتاعتنا ما بتبقاش واو زي ما احنا عايزين. فده غلطه مين؟ غلطه ان مفيش education.
فالإدوكيشن مهم جدا، والإدوكيشن باي ذا واي مش للبيشنت بس، الإدوكيشن للبيشنت، الكير جيفر، الأب أو الأم أو الشخص اللي بيرعى المريض ده، الإدوكيشن كمان للهيلث كير براكتيشنرز، النيرسات والدكاترة كمان أحيانا. ودور الصيدلي في الإدوكيشن دور مهم ودور محوري. الحاجة النقطة الأخيرة في السيرابيوتكس، هيلث كير بروفايدرز تريننج ريجاردينج تريتمنت أوف سبورتيف كير، دي اللي إحنا اتكلمنا عليها، إن هو إن إحنا بنعمل تريننج للهيلث كير بروفايدر سواء كان كلينيشن او نيرس. الدومين الثالث معانا اللي هو الكلينيكال ترايلز اند ريسيرش. ممكن نعتبر الجزء ده هو جزء النون ثيرابيوتيك بتاع الانكولوجي. طبعا هو في شويه اختلاف ما بين الانكولوجي وبقيه البورتس زي الفارماكو سيرفيس في حكايه النون ثيرابيوتيك. هما بيتفقوا كلهم ان هما فيهم ستاتستكس وستادي ديزاين. كلهم بيتفقوا ان انت لازم تكون عارف مثلا دراج ديفلوبمنت، لكن الكانسر في بعض الحاجات مش موجوده زي الانفورماتكس مثلا، ودي حاجه هنتكلم عليها ان شاء الله في البراكتس مانجمنت. زي الكواليتي، البنش ماركس بتاعتنا في الانكولوجي. لما انا مثلا راجل شغال في مكان عايز اعرف هل انا بقدم كواليتي كويسه للمريض ولا لا، فانا برضو مش هخترع الحكايه، لا في ناس عامله اصلا حاجات جاهزه وممكن نشتغل عليها. clinical trials and research هو مكتوب هنا تحت بند 14%، بس انا عايز اقول لكم بيجي في الامتحان بحجم اكبر من كده بكتير، فاهتموا بيه لأبعد الحدود. وانا ابتديت بالجزء ده بالذات، يعني انا ما ابتديتش بالسرطانات، انا ابتديت بالجزء النظري زي الستاتستكس وال براكتس مانجمنت، لان انا عارف ان في ناس كتير ممكن تدوس وتذاكر وتدرس مع نفسها في الحاجات دي، لكن اهتمامنا في الجزء النظري بيته قليل. وباكد تاني جزء النون ثيرابيوتيك ده مهم جدا ليك كصيدلي، حمايه ليك في البراكتس بتاعك وحمايه للمريض بتاعك، فارجو انتوا تهتموا بيه لابعد الحدود. الجزء ده بيتكلم على literature evaluation and statistical analysis. يعني ايه literature evaluation؟ انا دلوقتي بيجي لي سين من الناس يقول لي الدواء ده هيعالج السرطان الفلاني وان ده احسن من الدواء ده، فمعلش دخله لنا دكتور في المستشفى وابتدر عليه. دي معلومه واحد الدهاني سواء كان مندوب دعايه او الدكتور نفسه، ما ممكن الدكتور يقول لي والله انا هستخدم البروتوكول ده في علاج المريض ده. طب انا دلوقتي عندي بروتوكولين، والبروتوكولين دول ممكن يعالجوا نفس الكيس، على اي اساس هختار البروتوكول؟ ازاي هعمل ايفالويشن؟ تمام، ده الجزء اللي احنا هنتكلم عليه لما نيجي نتكلم في literature evaluation and statistical analysis. apply knowledge of the drug development. و دي انا متاكد ان هي في بقى انواع البورتس مش قويه، ولكن هنا في الكانسر مهمه لابعد الحدود. ليه بقى؟ احنا طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا دراج ديفلوبمنت الاف دي اي لها كريتيريا معينه في حكايه ان هي ازاي بتوافق على الادويه فيس 1 و2 و3 و4 اللي هي بوست ماركتنج. في امريكا والدول المتقدمه لما بيبقى في دواء لسه انفستيجيشنال، يعني لسه الشركات شغاله عليه، يعني مثلا انا لو عندي دواء مثلا هو فيس 2 وخد ابروفل في فيس 2 في علاج سرطان معين، بس هو مبشر مثلا في علاج سرطان تاني بس انا لسه ما اتعملش عليه ريسيرش او احيانا بيعملوا استثناءات قبل حتى ما الاف دي اي تدي الفاينل ابروفال ان الدواء ده يستخدم في حالات معينه بشروط معينه بوضعيه معينه. الصيدلي دور مهم جدا في النقطه ديت، لانه هو اللي بيعمل الكوميونيكيشن ده مع شركات الادويه، وهو اللي بيشوف شركات التامين اذا كانت هتضغط الحاجات دي ولا لا، وهو برضه لو هو بيدور برضه في السيفتي، وهو اللي بيعمل ايفالويشن للنيتريشن بتاع الانفستيجيشنال دراج. الحاجه الثالثه بيرفورم سكولاريتي اكتيفيتيز تو بروموت بيشنت كير سنترد كير. سكولاريتي اكتيفيتيز ده اللي هو يعني ساينتفك اكتيفيتيز، اللي هو جزء برضه منها معتمد لحته الاديوكيشن والايفالويشن. ابلاي نوليدج اوف ريجوليشنز بوليسيز والبروسيجرز اللي احنا بنشتغل عليها، والاس او بيز اللي هو الطريقه اللي انا بمشي بيها في المستشفى. الدومين الرابع عندنا اللي هو البراكتس مانجمنت، وده بيمثل ما نسبته 22% في المتحدة. طبعا احنا ممكن ندمج الاثنين دول مع بعض، اللي هو الكلينيكال ترايل اند ريسيرش والبراكتس مانجمنت، دول هتلاقيهم عاملين في حدود 36%. انا دايما بقول يعني داخل امتحان الانكولوجي لازم يحط في اعتباره ان هو 40% من الامتحان هيبقى نون ثيرابيوتكس، فانت لو انت مضحي بال 40% دول يعني اعتبر نفسك صعب جدا ان انت تقفل طبعا الجزء بتاع السوفت. تمام،
البراكتس مانجمنت ده نقطة مهمة جدا. وفي دكتورة زميلتنا على الجروب كانت قالت إن هي بتفتح سنتر جديد عندها في المستشفى، وأنا برضو إحنا عندنا في المستشفى، إحنا أنا كنت طبعا كنت شغال في المستشفى قبل كده فيها أصل أورام، واتنقلت لمستشفى جديدة. المستشفى ديت لسه إحنا بنعمل فيها كلين روم جديدة. ده نقطة مهمة جدا. أنا كصيدلي المكان اللي انا هشتغل فيه والاشتراطات بتاعت الكلين روم والايزوليتور والبي بي اي اللي هي البيرسونال بروتكتيف اكيوبمنتس، وازاي هشتغل، كل الحاجات دي حاجات مهمه جدا. طريقه الشغل والاشتراطات اللي تحافظ عليا وتحافظ على المريض، لان انا برضو لو بشتغل في مكان مش كلين ومش كويس ممكن يحصل كونتامينيشن في التحضيره، ممكن انا اصاب بالضرر، ممكن يحصل للمريض اكسترافازيشن، ممكن اصلا اعمل حاجه انكومباتبل مع حاجه. في البراكتس مهم لابعد الحدود. هو مقسم البراكتس مانجمنت لفور دومينز. اول حاجه استابليش انستتيوشنال بوليسز بروسيجر اند فورمولاز. برضو انا حابب اشار معاكم حاجه مهمه، يعني مثلا كليفلاند كلينك لما جت فتحت مثلا هنا في ابو ظبي، طبعا كليفلاند كلينك اسمه مشهور عالميا، طبعا اكبر مستشفيات امريكا. الناس دي قعدت حوالي سنتين، يعني هم عملوا كونستراكشن وبنوا المستشفى وجابوا الاجهزه وخلاص، يعني كل حاجه تمام، عينوا ناس سنه او سنتين المستشفى مش شغال، وادوا مرتبات ومرتبات ضخمه طبعا، بس علشان الناس دي تحط البوليسز اللي المستشفى هتمشي بيها بعد كده. يعني انا مجرد ان انا فتحت وبدات استقبل المرضى او العيانين، انا عايز اشتغل بطاقه 100%، عايز اشتغل زي ما الكتاب بيقول. طب انا عايز عشان اشتغل زي ما الكتاب بيقول، انا لازم يكون عندي مانيفيستو، يكون عندي طريقه، يكون عندي بوليسي، يكون عندي بروسيجر. هعمل الحاجه دي ازاي؟ فلان في مكانه ده مهمته ايه؟ شغلته ايه؟ بيعمل ايه؟ هو اكاونتبل لمين واكاونتبل لايه؟ فحته البوليسيز والبروسيجر ديت نقطه في غايه الاهميه. هديكم مثال. انا مثلا في المستشفى عندنا، انا في الجزء بتاع الاورام، انا عندنا مثلا حوالي 3 أو 4 بوليسي. عندي بوليسي خاصه بالستورج بتاع الهازاردز دراكس، ازاي اعمل ستورج للادويه دي، وبوصف فيها المكان اللي انا بعمل فيه ستورج، وايه الليبل اللي انا بحطه على المكان ده، واشتراطات المكان ده ايه، والتهويه بتاعته عامله ايه كده. عندي بوليسي تانيه للروم، لغرفه التحضير. غرفه التحضير بتاعتي لازم تكون نيجاتيف بريشر، والبريشر بتاعي من 0.1 ل 0.3 انش كل موصل، وان انا لازم اتابع درجه الحراره، وتكون درجه الحراره من كذا لكذا، وتكون الهوميديتي مثلا من كذا لكذا، الاي سي بي اتش مثلا لازم يكون 30، الانترو مثلا لازم تكون كذا، الجاونينج اريا وضعها كذا، الايزوليتور مثلا لازم يكون بي اس اي 2 او سي اس اي، ايا كان. الحاجات ديت لازم تكون مكتوبه قبل ما اشتغل، ولازم تكون متحدده. وانا بنصحكم يعني حاولوا تستفيدوا من الجزء النظري اللي انا هنبتدي بيه في الكورس، وحاولوا ان انتوا تعملوا ديفلوبمنت للحاجات دي عندكم جوه المستشفى. خليكم انيشيتيف على قد ما تقدروا، وده هيحميكم وهيحمي المريض، وهيخلي الكواليتي بتاع المكان اللي شغال فيه عالي جدا. تمام. يبقى احنا اول حاجه، طب في سؤال مهم قبل ما نعدي النقطه دي، هل ما فيش جايد لاينز عالميه للبوليسز والبروسيجر؟ في، يعني كل السوسايتيز الكبيره زي الاي اس اتش بي، الاي سي سي بي، والناس دي كلها عاملين بوليسز وبروسيجر، بس البوليسي ما ينفعش تتعمل. يعني انا ما ينفعش اجيب مثلا بوليسي مثلا بتاعت الستورج بتاع الهازاردز دراكس مثلا بتاع مثلا سوسايتي معينه واخدها بحذافيرها، لان هي اصلا السوسايتي لما بتعمل ديفلوبمنت الحاجه دي حاجه هي حطاها ان ده ستاندرد كويس، ودايما بتقول لك والله ان ده مثلا ماست، ده مثلا بريفيربل. فبعض الاماكن ما تقدرش تعمل الستاندردز دي كلها. يعني انا مش قدرت، ما عنديش قدره ماليه ان انا احقق كل الحاجات دي، فببتدي احقق الحاجات اللي هي لازم تتعمل، اللي هي الواجبه، والحاجات البريفيرد ديت والله ممكن اقول انا اقدر اعمل ده ما اقدرش اعمل ده. ففي النهايه انا هعمل تيلورنج، يعني انا هعمل البوليس ديت على قدي او على مقاسي او على قد ظروف المكان اللي انا شغال فيه وعلى قد امكانيته الماديه. وبعدين ما تنسوش حاجه مهمه جدا، ان انت لما بتعمل البوليسي انت بتقدر تعرف ايه الحاجات اللي موجوده عندك واللي مش موجوده عندك. انا لما يبقى عندي تشيك ليست، والله انا المفروض يكون
مواصفات الغرفه كذا، مواصفات الايزوليتور اللي انا شغال فيه كذا، مواصفات الحاجات دي كلها كده، عندي تشيك ليست محدد انا 1 2 3 4. لما يبقى في حاجه من الحاجات دي مش موجوده عندي، فانا بالتالي هقدر ان انا ادور واحاول ان انا احققها او اوجدها. يعني في النهايه البوليسي والبروسيجر لازم تكون انستتيوشنال، لازم تكون خاصه بالمكان اللي تشتغل فيه، وما ينفعش ان انا اجيب بوليسي بتاع مكان واحطها في البوليسي في مكاني، لان كل مكان ليه ظروفه، كل مكان ليه امكانياته. انا عايز اقول لكم حتى وزين ذا سيم جروب، يعني مثلا انا مثلا شغال في ميدي كلينك ميدل ايست في حوالي 5 مستشفيات كبار، كل مستشفى المفروض ان هي لها البوليسي الخاصه بتاعتها، رغم ان احنا شغالين في انفايرمنت واحده وفي بلد واحده مثلا وفي امكانيات ماديه واحده، بس لا، لازم كل مكان يكون عامل البوليسي والبروسيجر بتاعه بما يتلائم مع ظروف المكان. مينتين سيستم اند تكنولوجي، طبعا ده في الاماكن اللي هي اصلا فيها سيستم. طبعا مجال الاورام يعني عموما مجال الصيدله بشكل عام الانفورماتكس حصل فيه توسع بشكل كبير، اوراكل سيرنر ساب، في برامج كتيره وبرامج غاليه اللي احنا بنسميها في مصر الميكنه حاليا او الحكومه بتسميها الميكنه، ان انا بعمل سيستم اقدر احط عليه كل الداتا بتاعت المرضى والفايلز والكلام ده كله. في الانكولوجي الموضوع شويه ديفرنت، لان انا ببتدي بقى بتكلم على سيستم خاص بالانكولوجي، سيستم فيه البروتوكول، سيستم فيه بيتحل الدواء في قد ايه، بيتحل على قد ايه اللي بيتاخد الاول، ايه اللي بيتاخد الثاني، لانه برضه خدوا بالكم في البروتوكولات انا مش اي دواء بيتاخد قبل اي دواء، السيكوينشال حتى بتاع البروتوكول ده حاجه مهمه، السيكونس اللي انا بدي بيه الادويه. يعني في النهايه لما بيبقى في مستشفى، المستشفى دي عندها سيستم خاص بالانكولوجي، الصيدلي بتاع الاورام هو اللي بيغذي السيستم ده بالمعلومات، وهو اللي بيضيف له معلومات، وهو اللي بياخد منه معلومات. طبعا انا بتكلم هنا برضو على حاجه متطوره شويه، بس انا بنصحكم يعني حتى لو إن بندرس حاجه، الحاجه دي مش مطبقه مثلا في البلد اللي احنا موجودين فيه، سواء كان مصر او السودان او حتى بعض الدول الخليجيه، مش معنى كده ان انا ما ذاكرهاش او ما اعرفهاش، لان انت ما تعرفش بكره ايه المكان اللي انت تشتغل فيه. يعني ممكن دلوقتي انت شغال في مكان امكانياته الماديه شويه مش 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 واو، وربنا كرمك بعد كده ولقيت وظيفه تانية في مكان تاني، المكان ده مثلا فيه سيستم ومكلفين عليه، هل انت هتروح المكان ده تقول له والله انا ما اعرفش؟ لا، فحاولوا ان انتم برضو تخلوا الافق بتاعكم واسع على قد ما تقدروا، وتحاولوا ان انتم في الاورام المخيله بتاعتكم تكون كبيره لابعد الحدود، واستقبلوا كل المعلومات. ما تجيش تقول مثلا والله ده بيحصل في امريكا احنا مالنا ومال امريكا، انت نفسك اصلا ما تعرفش انت هتشتغل فين بكره، بلاش انت تشتغل فين بكره، انت نفسك كمان ما تعرفش هل المكان اللي انت شغال فيه ممكن يتطور او ممكن ما يتطورش. فحاولوا على قد ما تقدروا، حتى لو الحاجه غريبه، حتى لو الحاجه انتم مستبعدين انتم تشوفوها مثلا في المكان اللي شغالين فيه، فحاولوا تعرفوها، لان انت ما تعرفش هل انت هتستخدمها بعد كده او لا. تمام. الجزء الثالث بيتكلم على medication procurement and reimbursement. كلمه مفهوم procurement هو توفير الدواء، وعايز اقول لكم ان دي نقطه من اصعب النقط في مجال الاورام حتى في امريكا اللي هي تعتبر اعظم بلد دينا في الاورام. في عندهم مشكله في الدراج شورتج، يعني بيجي مثلا بعض ادويه السرطانات مش موجوده حتى في امريكا، ودي نقطه كارثيه لابعد، لان انا مريض السرطان بيمشي على بروتوكول. طبعا بتكلم كلمه بروتوكول كتير، فكلمه بروتوكول ديت اللي هو الوصفه بتاعت العلاج بتاع المريض اللي بيمشي عليه، اللي هو اليوم الفلاني بياخد ايه، واليوم الفلاني بياخد كام، وبياخده على قد ايه، وبياخده في كام ساعه، يعني شرح معين لطريقه العلاج، وبرده هنتكلم عليها ان ديتيلز ليتر ان شاء الله. فتخيلوا مثلا ان انا عندي مثلا مريض بيمشي مثلا على دواء ان هو اليوم واحد كل شهر مثلا بياخد الدواء ده، وجاي يوم واحد في الشهر مثلا الخامس والدواء ده مش موجود، مشكله كبيره. وهرجع اقول لكم المشكله دي مش موجوده مثلا في مصر بس، دي موجوده في كل دول العالم. تمام. فجزء مهم جدا على الصيدلي اللي بماسك مسؤوليه الاورام ان هو يعمل بروكيورمنت للادويه، ان هو يعرف ازاي يوفر الادويه ديت ويتفادى حدوث الشورتج. ريمبيرسمنت ده التعويضات الطبيه، وده جزء خاص بالفاينانس. Patient medication availability، again يعني بنتكلم في نفس الكونسيبت.
الجزء اللي بعد كده اللي هو بابليك هيلث، وده اخر جزء هنتكلم عليه اللي هو الدومين 5. دومين 5 او البابليك هيلث ده بيمثل ما نسبته 6%. البابليك هيلث بيتكلم على تو تاسكس، الاولاني بريفنشن سكريننج اند ايرلي ديتكشن ستريس. خلونا نقول حاجه مهمه جدا، ان في انواع كتير من السرطانات يمكن ان احنا نمنعها، واشهرها مثلا سرطان عنق الرحم. احنا عندنا في فاكسينز اللي هو زي الجاردازيل والسيرفيكس، دول كوفاكسينز مش حتى بيقوا من سرطانات عنق الرحم بس، ده بيقوا من سرطانات تانية كتير، بس هو طبعا يعني الاثبات الكبير على سرطان عنق الرحم تمام في البنات اللي هم ما بين 6 ل 19 سنه وقبل الجواز. فانا ده احد الحاجات المهمه جدا برضو لمعنى الصيدله، ان هو يعمل اديوكيشن للناس للبابليك، حتى الناس اللي ما عندهمش سرطان، ان هو يعمل سيشنز للناس، يعمل حمله توعيه. احنا في عندنا 6-7 انواع سرطانات ممكن نعمل لهم بريفنشن، في بعض السرطانات ممكن نعمل لهم سكريننج. سكريننج ان انا اعمل فحص زي سرطان الثدي مثلا، بنعمل له فحص دوري بالماموجرام مثلا. الحاجات دي برضو فيها جايد لاينز، يعني مش اي حد مثلا ممكن اقول والله روح اعمل ماموجرام، ده يبقى له شرط معين، سن معين وفاميلي هيستوري معين، الكلام ده كله جاي ان شاء الله. بس ده احد الحاجات اللي بتيجي في الامتحان وحاجه مهمه جدا. والسرطان اللي انا اقدر امنعه افضل بكتير جدا من ان انا اخلي المريض يجي لي ويتعالج من السرطان، وكده طبعا عارفين احسن من العلاج او افضل من العلاج بشكل عام. فحكايه ان انا ازاي اعمل بريفنشن، ازاي اعمل سكريننج للناس، ازاي برضو ان انا اعمل ايرلي ديتكشن، وان انا اوصل المعلومه دي للبابليك اللي هم مش مصابين بالسرطان، او حتى الكير جيفرز او المرضى اللي عندهم سرطان. يعني دلوقتي لو انا عندي مريض سرطان ثدي او بنتها برضو هي بريد سبوس ان هي يجي لها سرطان ثدي بعد كده، انا برضو لازم اعمل ديليفر للمعلومه، بس اي معلومه وايه الكواليتي بتاع المعلومه دي وايه الجايد لاينز، ده نقطه مهمه جدا تمام. مش هقول لها والله خد بالك انت ممكن يجي لك سرطان ثدي وخلاص، لا، انا لازم ادي لها معلومه، ومعلومه طبيه مظبوطه وقايمه على جايد لاينز معينه، ومش من جمالي ومش من مزاجي. الجزء الثاني اللي بيتكلم فيه في البابليك هيلث، انفورم ذا بابليك اباوت ريليبل سورسز انفورميشن اند كانسر سبورت اورجانيزيشن. النقطه دي في الغرب متطوره لابعد الحدود، لان هم طبعا يعني هم بروفيشنال الحاجات ديت قوي. ضربت لكم انا مثلا من شويه الست اللي كان عنده تستيكولر كانسر ومنعت عنه الشيبسي والبيبسي، لان شايفه ان الحاجات دي ممكن تخلي حالته تسوء، وهي مش عارفه ان هي ممكن تخلي الامباكت النفسي على الطفل او الولد بتاعها كبير. يعني طيب انا دلوقتي عندي مريض سرطان وجاي يقول لي والله انا دكتور حابب اقرا عن الموضوع ده. قبل ما اقول النقطه دي انا عايز اوضح نقطه صغيره جدا. احنا عندنا المحتوى الرقمي العربي للاسف الشديد هو محتوى قايم على المدونات او قايم على الناس، يعني جهود شخصيه مش قايم على اورجانيزيشنز تمام. هديكم مثال. انا مثلا هفترض ان انا عندي في بوست كان منتشر على الفيسبوك لفتره طويله، حته علاج السرطان بالتبريد في مركز في الصين، وبوست تاني ان اصلا ما فيش مرض سرطان، ده حاجه نتج عن طريق نقص فيتامين مش عارف B5، وان هم بيشتغلوا الناس وكده، وناس والله دكاتره بتشتغل الحاجات دي، تعرفوا حجم المأساة اللي احنا فيها. فانا دلوقتي هفترض ان انا عندي مريض جاله سرطان. دلوقتي احنا عندنا اسهل حاجه ان احنا نخش على جوجل ونعمل سيرش، نعمل بحث. المريض بتاعنا ممكن تكون ثقافته مش صعفاء ان هو يعني يخش على مواقع اجنبيه، فيخش على مواقع العربيه. المواقع العربيه زي ما قلنا المحتوى الرقمي بتاعنا مش حلو، ومش لاننا وحشين، بس احنا ما عندناش الاورجانيزيشنز او ما عندناش المؤسسات الكبيره المتخصصه قوي في خدمه معلومات المرضى. يعني مثلا في مؤسسه زي الان سي سي ان مثلا، هي ناشونال كومبريهنسيف كانسر نتورك في امريكا، ودي اللي احنا بناخد اهم الجايد لاينز منها. دي عامله مثلا ابلكيشن على الانترنت خاص بس بالمرض، عرف المريض ايه طبيعه المرض ده وايه العلاج وهيتعامل معاه ازاي ويتوقع ايه من العلاج. فعندهم مؤسسات، المؤسسات دي مؤسسات كبيره بتعمل ابلكيشنز وبتعمل مواقع لناس متخصصه ان هي ازاي تعمل معلومه خاصه للمريض تمام. انا دوري كصيدلي غير ان انا بعمل ايدوكيشن للمريض، ان انا برضو بوصله للمكان او للمعلومه او للموقع اللي هو ممكن يستقي منه المعلومات الموثوق فيه.
لانه خد بالك برضه هو ممكن يخش المريض يقرا كلام اي حد كاتبه حالته تتاثر، او ان هو يقرا معلومه غلط والمعلومه دي تاثر عليه. تمام، فده جزء من الحاجات المهمه اللي احنا لازم نحطها في اعتبار. انا النهارده كده خلصت الجزء اللي انا عايز اتكلم عليه. فانا طبعا متوقع ان حد يجي يسال سؤال بسيط، هو فين اصلا الجوب ديسكريبشن اللي انت قلت ان انت هتحكي عليه النهارده؟ انا اوريدي اتكلمت معاكم على الجوب ديسكريبشن. شوفوا يا جماعه، دلوقتي الاورام مجال كبير، مجال واسع، مش كل الناس بتتعالج في مستشفيات. احنا عندنا الاورام في اوت بيشنت فارماسيست، بتتعامل مع ادويه اورام، لان احنا عندنا مرضى اورام بيفضلوا ياخدوا ادويه اورام بالخمس سنين والعشر سنين، زي مرضى البريست كانسر مثلا بعد العلاج، زي مرضى البروست كانسر احيانا، زي مريض السي ام ال، الناس اللي عندهم كرونيك مايلويد لوكيميا ده بيفضل طول عمره واخد بياخد دواء اورال حبوب. بعض الحالات في اللانج كانسر. طب انا دلوقتي ده اوت بيشنت فارماسيست، اصلا هو ما بيعملش ميكسنج، هو ما بيخشش الروم وبيعمل ميكسنج الحاجه دي. عندي صيدلي تاني شغال في اي في انفيوجن سنتر. انفيوجن سنتر ده يعني دي كيس. دي كيس يعني ايه؟ يعني المريض بيجي ياخد الكيماوي بتاعه وبيمشي، ما بيحصلوش ادميشن في المستشفى، ما بيتحجزش يعني. في ناس بقى شغالين في مستشفيات على مستوى اكبر شويه، بيحصل فيها ادميشن، ان المريض بيحصل له ان هو يتحجز في المستشفى، تمام، لان حالته صعبه مثلا او محتاج عنايه مثلا. تمام، دور الصيدلي في عندي مكان بيعمل ريسيرش على الكانسر مثلا او statistics. تمام، دور الصيدلي في المكان ده غير دور الصيدلي في المكان ده غير دور الصيدلي في المكان ده غير دور الصيدلي في الاوت بيشنت اونكولوجي سنتر غير الصيدلي في الاي في او الميكسنج غير الكلينيكال اونكولوجي فارماسيست الموجود في حالات الادميشن والكريتيكال كيرز غير الصيدلي اللي بيعمل ريسيرش. الجوب ديسكريبشن هي مش حاجه ثابته، الجوب ديسكريبشن هي حاجه تيلورد، حاجه انا بفصلها على حسب المكان اللي انا شغال فيه وبحسب الديوتيز المطلوبه مني في المكان ده. ارجو ان احنا يعني اكون وصلت المعلومه النهارده في حاجتين، يعني النقطتين انا اتمنى ان تكون وصلوا في نهايه المحاضره حاجتين. اول حاجه، انا كواحد داخل بورد او هذاكر بورد اتوقع ايه اللي هذاكره او ايه اللي هقراه او ايه المعلومات اللي انا هبتدي اتعرف عليها. الحاجه الثانيه، انا صيدلي شغال في مكان، انا صيدلي اورام هو في المستشفى الفلانيه او في السنتر الفلاني، هل انا عندي جوب ديسكريبشن؟ لو ما عنديش ابتدي اعمل جوب ديسكريبشن، والجوب ديسكريبشن اجين ستيلورد، انت هتعملها وتفصلها وتظبطها على حسب المكان اللي انت شغال فيه وعلى حسب الديوتيز والريسبونسبيلتيز اللي انت شغال فيها. شكرا جزيلا لكم، واتمنى ان احنا نكون اضفنا لكم حاجه النهارده. لو في حد عنده سؤال او كده انا تحت امركم. مين؟ تمام يا دكتور مصطفى. هو تمام يا دكتور مصطفى، هو كان شغال بس شغال عند حضرتك، انا قلت له هيفتح الفويس في اخر الفيديو. هو احنا ماشي نتكلم فويس، يعني انا مش متخيل ان عددنا كبير قوي، يعني مش هيبقى في تداخل اصلا. لو في حد حابب يسال عن حاجه او كده انا تحت امرك. السلام عليكم دكتور مصطفى. دكتور مهم على الدكتور روبسون، هو الدكتور روبسون من الحاجات الكيوميليتيف، هل كل بقيه الانثروسايكلينج بنفس الطريقه؟ هو الكلام على ان كل الانثروسايكلينز لها كوميوليتيف دوز، وهو الريسيرش اساسا مبني على الدوكسو والايبروبسين اكتر حاجتين بيتكلموا عليها، وحتى هم بيعملوا كمان يعني تركز في التحويل ما بين الاثنين. يعني انا لو افترضت ان مثلا كان عندي مريض اديله دوكسوروبسين وحصل شورتج والدكتور قرر ان هو يغير للايبروبسين على الرغم ان انا عندي تحفظ على الحته دي، فانا مثلا اديت له مثلا 100 ولا 150 مللي جرام دوكسو ورحت مكمله مثلا 300 400 مللي جرام ايبروبسين، في حسبه الموضوع ليه حسبه. يعني انا مثلا اذا كانت الارقام مش خيناني، ان انا مثلا بدي في الدوكسو من 50 ل 550 وفي الايبي مثلا 700، فبحسب انا اديت هنا قد ايه وبديت هنا قد ايه، وببتدي اجمع واقول له والله لا ده انت كده وصلت للكوميوليتيف دوز بتاع الانثروسايكلين بشكل عام، او وصلت للكوميوليتيف دوز بتاع الدواء ده. نصيحه مهمه جدا في ان حته الكوميوليتيف دوز دي
معلش هعدلي بس حته مهمه كمان. الحاجه انت ممكن تعمليها في المكان اللي انت بتعملها فيه، اعملي كارد، اعملي بطاقه لكل مريض بياخد انسر سايكل، حاولي ان تدي له المعلومه بالراحه، وقول له مثلا ان الدواء ده طبيعته كذا، لان هو المريض ده لو حصل ان هو احتاج الدواء ده تاني بعد كده مستقبلا ممكن ما يجيلكيش او ممكن ما يجيش المستشفى عندي، واحنا عندنا مشكله في البيانات بتاعه المرضى لحد كبير. فانت ممكن تعملي حاجه كده، ان انت تعملي مثلا كارد وتديها للمريضه بعد لما تكون خلصت مثلا السايكلز بتاعتها، وتقول لها والله ده خليك محتفظ بيها، ولو حصل لا قدر الله اي حاجه ورحت لاي دكتور مثلا دكتور قلب حتى ملوش دكتور اورام مثلا، دايما وري له الورقه ديت وقول له والله ده انا اخذت الدواء الفلاني واخذت الكميه الفلانيه وكده، يعني حاجه المريض تراكنج فيما بعد يعني. تمام. يعني انا كنت لسه هسال فيك، لو هو طفل وكان بياخد وبعدين لما كبر حصل معاه كانسر تاني، جاله كانسر تاني وهو الدكتور عايز يديله تاني دوكسروبسين. هي دي بقى الحاله فعلا ان احنا نوفر معلومه. ما هو هنا بقى النقطه دي غير كده تمام. انا فاهم حضرتك، هي النقطه دي بقى، يعني النقطه دي بتدير الفكره كلها. ده برضو مرتبط بالكلام اللي احنا قلناه النهارده. انا دوري فين كصيدلي في القصه دي؟ انا بعمل ليتريشر ايفالويشن. انا مثلا انا كمصطفى مثلا ما تعرضتش للكيس دي قبل كده، يعني انا ما تعرضتش لكيس ان انا عندي مريض خد وصل للكوميوليتيف بتاع الدوكسو وهو جاله سرطان تاني بعد 3 4 سنين ومحتاج ياخد مثلا انثراسايكلين تاني. تمام. انا ما عنديش اجابه مباشره لسؤالي، بس انا سؤالك ده عاجبني في نقطه، ان هو بياكد على نقطه احنا اتكلمنا عليها النهارده، حته الليتريتشر ايفالويشن، ان انا لازم اخش اعمل سيرش على النت واحاول اشوف ايه الدراسات اللي موجوده او المتاحه في الحاله دي، واعمل لها ابريزل برضه، لان مش كل الحاجات هصدقها، وابتدي اديها للدكتور، وهنا ده هتبقى جادجمنت بالنسبه للدكتور يعني. تمام، شكرا لحضرتك. في أي سؤال تاني أو كده؟ طيب أنا بالنسبة لي إن شاء الله على الجروب بتاع الفيسبوك، أتمنى أن تكونوا كلكم موجودين فيه. أنا هعمل شير، هو المحاضرة يعني الريسورس بتاعتها موجوده حتى فيها لينكات لو انتم حابين تخشوا على الحاجات ديت، احطها على الفيس، وهحط لكم برده حاجه كويسه برده كانت حد دكتوره صيدلانيه من اوروبا كانت عاملاها، الانترودكشن بتاع البورد وطبيعه الامتحانات وطبيعه الاسئله برده عشان نبقى اوير بيها، هحطهم. وبرده التاسك لازال موجود، اتمنى لو في حد ما عندوش جوب ديسكريبشن في المستشفى اللي هو فيها يحاول يعمله ديفلوبمنت ويحاول يشيره على الجروب ونبتدي نتناقش فيه. شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا للدكتورة سهر على دعمها لنا النهارده.